بسيدة الفكر والعلم، بالسيدة المشرقة في حياتنا كلنا، الدكتورة نوال السعداوي. السؤال الأول، أنا ما شفتش يا دكتورة ولا مقابلة تلفزيونية إلا ما بيقهروكي وبيعذبوكي، واسمحي لي أقول وده ما يلقش فيكي، أحيانا شعرت إنه بيهنوكي وأنت بتسكتي ليه؟ بسبب الخوف، واغلبهم نساء مش كده؟ اغلبهم نساء ورجال ايضا. انا عارفه رجال كمان. انا رايي الخوف تسكتي من الخوف، بيخافوا من الحريه. انا بالنسبه لهم نموذج المراه الحره اللي هم عجزوا عن ان يكونوها. النساء والرجال بيتولدوا في خوف ويعيشوا في خوف ويموتوا في خوف. الحقيقة لا تظهر، يعني تبص تلاقي زعيمة نسائية تقود تحرير المرأة بتضرب من زوجها، تضرب. دكتور نوال، حضرتك ما عندكيش فضايح؟ أنا بقول الإبداع. ليه؟ ليه انت مش... الإبداع هو الفضيحة. ليه؟ الإبداع، الإبداع، لأن الصدق فضيحة. العالم لم يتقدم إلا بالفضايح، الفضايح الإيجابية. سألك سؤال كده عشان انا بحبك، انت عامله الحاجه اللي كنت بعملها بالمدرسه، ده حنين للطفوله. انا داخلي طفله، عارفه كل انسان مبدع. الفرق بين الانسان المبدع او الانسان المبدع والانسان الغير مبدع ان الطفوله تظل. احنا بنقتل الطفل داخلنا. ازاي بنقتله؟ عشان نتحول لوحوش، عشان نتحول الى اسياد، الى شخصيات زائفه وزعيمات، الى زعيمات، الى شخصيات عظيمه، ونحن في اعماقنا اطفال. وفي الحقيقه ان الطفل هو الزعيم. الطفل هو الانسان الصادق الوحيد، وهو الزعيم. وهو الزعيم، نعم. لماذا نتخلى عن هذا الطفل؟ سيكولوجيا، بسألك سيكولوجي، سايكوسوسيولوجي، لما يحدث ذلك ونتخلى عن الطفل جواتنا؟ ولما الست مثلا تعمل زيك هيقولوا دلوقتي الدكتورة نوال السعداوي بتتصابة، ممكن يقولوا كده. بيقولوا اي حاجة، ما يهمنيش، انا لا اهتم بكلام الناس. في مفكر لبناني اسمه سعيد تقي الدين، ده بيقول الرأي العام بغي. تستمي مين؟ يعني النخبة، والنخبة عال، انت وصلت النخبة وعال وماشي، لكن العامة، الناس اللي بالقاع، نكلمهم ازاي؟ والله يا ندار أقولك حاجة، أنا من الريف. وأنا كمان. أنا من الريف المصري الفقير. أنا كمان. وجدتي كانت فلاحة وبتشتغل في الغيط، هي اللي علمتني. اللي بنقول عليهم عامة وأميين، جدتي كانت فيلسوفة. أنا تعلمت أول درس في الفلسفة، وأول درس في الدين، وأول درس في الأخلاق من جدتي الفلاحة. نيجي على نقطة الخوف. طب الإمام علي رضي الله عنه قال إن خفت من شيء فقع فيه. تقع فيه. قع فيه. أمرنا إن خفت من شيء فقع فيه. فقع فيه؟ نعم. يعني اقع فيه. يعني ما تخافش. بحربه. ما تخافش. طب إيه ده الإمام علي ما مننفذش ليه؟ أنا عاوز أقول إذا ما كانش فيه خوف النظام سيسقط. التعليم عبارة عن بوليس. أنا بسمي التعليم هو الجهاز البوليسي. التعليم والتربية. التعليم والتربية. والبيت. والبيت. والأم. والمدرسة. والأخت. الأم. والأب. كل الدنيا. مشكلة. مشكلة. يعني النظام كله. فلما تيجي تفهمي بقى وتفككي هذا النظام. إعادة تفكيك. إعادة تفكيكه. وتفككيه وتشوفي ايه، ليه الرأي العام بغل. انا مبسوطة قوي من التعليم ده. سعيد تقيدي. ليه الحجاب على العقل؟ وانا لما اقول حجاب العقل ما هو يعني بغل. ليه النساء بتقبل الاهانة والضرب والخيانة وتظل؟
ليه الموظف في الحكومة يقبل الإهانة والضرب ويظل؟ ليه المعارضة بتاعتنا المعارضة السياسية في كل بلد تنام مع الحكومة، تتعشى وتنام مع الحكومة، والصبح تعمل معارضة؟ شوفي قد إيه الازدواجية. الحوار ممتع جدا دكتور نوال، نتابع بعد هذه الوقفة. إذا اللي أنا بشوفه بمصر لما أتأمل كده، شوفونه حقيقة الشعب المصري والحكومة المصرية، هما بيشوفوا يعني فخورين فيك. أنا بسمع شخصيات دكتورة نوال السعداوي يا عم، فأنا بغير لأنه ما عندناش نوال السعداوي. أنتي ظريفة. المصريين يحبونك والعرب بيحبوك. طب في صدام، نعمل ايه عشان؟ لكن من هم يحبوا؟ لا ما نقدرش نعمم. الكل بيحبك، لكن الاعلاميين عاوزين يعملوا اثاره. ليس الكل، يعني لما تيجي تشوفي الخريطه الثقافيه في مصر مش هيتفقوا الكل. انا غير موجوده ليه؟ في الساحه الثقافيه المصريه الرسميه. ليه؟ يخافوا من كلامي، مش عاوزين. فاروق حسني؟ لا بلاش الاسماء. لا بتحبي؟ اي وزير بتحبيه؟ اي وزير ما اعرفوش، ما شفتوش ابدا. تصوري ما شفتيش صفحاته؟ لا اقابل وزراء. ليه كده؟ بس هم طيبين، ما اروح لهمش. يعني لو فاروق حسني هو طلبني وقال لي يا دكتوره نوال احب اشوفك، اروح له. ما طلبك؟ لكن ما طلبنيش. ما حدش كرمك؟ بالعكس. ما حدش كرمك بتاتا؟ تكريم ولا مرة؟ بتاتا. أنا لم أخذ ولا جائزة في بلدي. أنا أخذت أكبر جوائز في العالم، ما أخذتش ولا جائزة في بلدي، ولا جائزة. لكن أنا إنسانة فقيرة، ما عنديش فلوس. يعني إيه فقيرة؟ فقير ما عنديش. يعني لو جيت تزوريني في القاهرة تصدمي، لأني قاعدة في شقة بسيطة في شبرا. يعني إيه شبرا؟ شبرا اللي هو الحي الشعبي الفقير في مصر. ما قدرتيش سافرتي أمريكا؟ أين ذهبت؟ لماذا لم أكن من حتى من الأثرياء؟ ليه؟ مش عارفة. لا ما عرفوش. دي قصة طويلة. قد إيه طويلة يعني؟ طويلة. حصل إيه؟ لأنك أنت سرقوكي؟ ده أنا مش عايزة أتكلم عن دور النشر. أنت عارفة دور النشر حتى الأجنبية تسرق؟ طبعاً. ولادك ما بيساعدوكيش؟ ولادي كل عندي ابن مخرج يا دوبك، هو مشغول بحياته وشغله. عندي بنت كاتبة وشاعرة مشغولة بحياتها. دلوقتي أنت وحدك؟ وحدة. تحس بالوحدة؟ لا أنا لا أعترف بالوحدة ولا الموت. الشجاعة بتيجي من ايه يا نضال؟ قولي. انت عارفة هما بيخوفونا من ايه؟ هنيجي للخوف تاني. بيخوفونا من الوحدة. يعني يقولك اتجوزي عشان لما تكبري يبقى معاكي حد. ما يعرفوش انه جبران مثلا قال اولادكم ليسوا لكم. بالظبط. اولادكم أبنوا. انا مش عايشة مع اولادي. ابني استقل، بنتي استقلت، انا عايشة وحدي. خدعتي في الحياة. خدعت كتير؟ لا مش كتير قوي، لكن خدعت وبأخدع طبيعي بسبب الطفولة. ما هي الطفلة دي اللي جوايا لها ميزات ولها عيوب. لها عيوب طبعا. جوزك عمل ايه؟ ما ضلتي كل حياتك كل عمرك تدافعي عني وعن امي واختي وعنا كلنا نساء. حصل لك ايه يا دكتوره؟ هي ماساه. وانا زعلت ماساه وانا بكيت. والله وحياه روني وحياه ابني الوحيد انا بكيت. وناس وتاملت يعني الست دي ممكن تكون بكيت، ممكن تكون حطت شمعه. يعني عملت ايه يعني لما تصدر البيان؟ يا ربي وليه الفضيحه؟ بعد 45 سنة يروح يعلن دون أن نعرف، دون أن أعرف، يعلن في الجرائد يقول طلقت نوال السعداوي.
وانتم مطلقين من 2007 وانت ساكت وقبلها بثلاث سنوات. واصل احنا انفصلنا، ما كل الازواج والزوجات بيحصل بينهم خلاف وبينفصلوا بهدوء، مش كده ولا ايه؟ يعني الرجل بيخون مراته، يعني هي خيانة زوجية. انا بالحقيقة مش عاوزة اوقف كلام، لكن واقفة على نية. اسألك يا دكتور، هو خانك ليه؟ نحلل، نعمل تحليل نفسي. هو راجل مهم. لا انت تسألي بقى، هو ليه بقى؟ لا تحليلك، تحليلك. انا يعني هو اقول لك يعني، لا هي هو ما قدرش. هقول لك، لا انا هقول لك، بس في نظريات كثيره يعني. انا صديقاتي كلهم يقولوا لي يا نوال تفترقي عنه بعد 45 سنه وانت قربتي على 80. قلت له الكرامه ليس لها عمر. انت اللي ربيتيه 45 سنه وانت بتربيه، طلعتيه خائن ليه؟ تربيه مش كويسه. لا 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 لا، الام هي اللي بتربيه. الطفوله شوفي زي الشجره، 7 سنوات ويكتمل. شخصيه الانسان بتبنى في الخمس السنوات الاولى من العمر. نعم. وبعدين الخمس سنوات اللي بعد كده 10 سنين يبقى يتبنى زي الشجره اللي تروى، يا تطلع عدله يا تطلع معوجة. ما بيتغيرش الانسان؟ طبعا ممكن يتغير، يتلقى ويتغير. ايوه. اولا يعني عاوز اقول طبعا احنا عشنا حياه جميله وفيها نضال سوا 45 سنه. دفعتوا عن بعض وهربتوا مع بعض وهربنا وخبيتوا ورا بعض. يا ربي، وانا قريت دخلت إيه؟ حينما تدخل امراه والرجل حينما يكبر في السن، ده تحليل تاني بقى. الانسان يكبر، هو اقترب من 90. نعم. 90 وفتاة عاوز يجدد شبابه. 90 فتاة لعوب، فتاة لعوب، انت عارفة لعوب، فقيرة تريد أن تستفيد. هل سرقت فعلا أوراق وممكن تعمل عنك؟ سرقت شرائطي، ذاكرة عمري سرقتها بحجة أنها تعمل فيلم أو كتاب عني، وبعدين تطور المشروع أنها تعمل كتاب عننا إحنا الاثنين. من أنا وأنت؟ إحنا الاثنين، أنا وزوجي السابق. عارفة. وبعدين وتستدرجوا، وطبعا انا كنت غايبه كمان لان كنت بامريكا بتعلم سنتين، فالوحده انا كنت غايبه، الوحده. طب غبتي السن. طب سبتي لي؟ سبته؟ هو بتقولي الوحده بتحني عليه. لا لا لا، طب ما انا وحيده، ما كل الناس. لا انا لا ابرر. انت سافرت؟ انا انت بتقولي لي حللي. اسمعي يا بس بسالك سؤال، سافرتي عشان مفروض تشتغلي؟ لا مش هشتغل، انا كان في قضيه ضدي. فين؟ عاوزين في مصر عشان المسرحيه، كانوا عاوزين يسحبوا الجنسيه المصريه مني، فانا اضطريت اقعد حتى كسبت القضيه ورجعت. يعني انا كنت في مأزق. انا قلت لو انه جاء وقال لي، انا بكره الكذب، انا بقول الكذب هو الجريمه. نعم. لكن انك تعيشي يا نضال، هل انت عايز اسالك سؤال؟ هل تعيشي مع زوجك يكذب عليك كل يوم؟ لا أعيشه مع أحد يكذب علي إطلاقا. مش ببص فيه. أهو ما بديهوش الشرف. أهو ده. هي مش مسألة أنه ذهب إلى حتى لو ابني. بس بالضبط. مش مسألة أنه، أصل في واحدة غبية جدا كاتبة قالت نوال السعداوي التي دفعت حياتها دفاعا عن الحرية، لماذا تبخل على زوجها بالحرية؟ دي ليست حرية، الكذب ليس حرية، خدتي بالك؟ من الست دي؟ واحدة مش هقول لك اسمها، واحدة غبية جدا. واحدة وتقول لك غيرة. غيرة ايه؟ الحرية لا تمارس بالسرية. بالظبط. وبالكذب. لا الحرية، حرية شجاعة. الحرية تتناقض مع الكذب، الحرية يعني الصدق. نعم نعم. مش الكذب. نعم. فشوفي الستات عقلهم قد ايه. واحدة تقول لك مش كل ستة الغيرة. الغيرة ايه؟ غيرة ايه؟ كرامة. مش فاهمين المرأة في بلادنا بكل أسف تدهورت عقليا، يا إما تحجبت يا تنقبت، تدهورت.
يعني هي ممكن تكون محجبة، أنا عارفة كتير من الستات المحجبات بأمريكا محجبة عقلاً مثقفة. عفواً أنا بقول حجاب العقل. عفواً يا ست، عفواً حجاب العقل. طب أسألك سؤال تشتاقي له؟ قولي إيه؟ تشتاقي له؟ نعم؟ تشتاقي لجوزك؟ إيه؟ أشتاق؟ شوفي أنا عايزة أقول حاجة، سيبنا من العواطف، الإنسان بيقتل عواطفه حينما يغضب، حينما يطعن، لا الطعنة في الظهر خطيرة قوي، لما زوجك يطعنك في ظهرك حين يكذب عليك السنة وراء السنة ده خطير خطير. وأنا عواطفي بتتبع عقلي، يعني بقول يعني أنا مش من النساء اللي يحبوا رجل ويجروا وراه وبيضربهم، لا بس هو كان على طول كده لما دخلت الست دي شوف المرأة خطيرة طبعا، وخصوصا حينما يريد الرجل أن يعود إلى الشباب، بقى عنده 90 ويريد أن يعود إلى الشباب، ده مبرر؟ أحد طبعا، أحد المبررات، أحد ده مبرر طبعا، ما تعتبروهش إدانة، تبرير. لا إدانة، لازم الإنسان يبقى مسؤول. طب ما أنا كامرأة بقابل رجال بيحبوني في العالم وأنا بنجذب، ولا مرة عملتي حاجة كده ولا كده؟ ما هي بقى عملتي؟ لا إطلاقا. ما أنا هقولك أنت مش بتملكي قلبك، يعني ممكن تحبي واحد لكن إيه اللي بيتغلب في النهاية؟ الانتماء، المسؤولية. لا الحرية مسؤولية، يبقى أنا لازم أبقى سيدة نفسي، يعني ما تقبليش تكوني زي سيمون دي بوفوار وسارتر. لا أنا سيمون دي بوفوار قابلتها. قابلتيها؟ قابلتها، ما هي جات القاهرة. إمتى؟ قابلتها لما جات في الستينات، هي وسارتر جم في الستينات. نيالك قابلتها، بس ما عجبتني شخصيتها، عجبتني كتاباتها. شخصيتها لا. أنا كتبت مقال اسمه ساعة من الصمت مع صانعة الكلمات عن سيمون دي بوفوار. والله ما عجبتكيش؟ ما عجبتنيش، لا هي أولا كانت تابعة لسارتر، تابعة له، كانت تعمل اللي هي عاوزة، هو يعمل اللي هو عاوز. لا دي فلسفة، دي فلسفة العبث. معلش لا تناسبني. جورج ساند شوبان لا تناسبني. يا دكتورة انت تعرفي شرقية أكتر من كل الشرقيين. أنا؟ إزاي؟ تلك سيمون دي بوفوار، سارتر، جورج ساند، شوبان. لا ماليش دعوة. لا شرقية فعلا، مش مسألة يعني شرق وغرب. لا من الجذور أقصد معلش. إنك منتمية فعلا لكل الشرق. لا أنا منتمية للصدق. لكن تجارب الكبار المبدعين ما كانتش زي تجربتك. معلش هم قبلوا لا لظروفهم. أصل إيه؟ تم حياة الفنانين، أنت عارفة كاتبين عن نجيب الريحاني، كاتبين عنه تحقيق يقول لك الأسطورة العظيمة في الفن، وكان يقع في حب كل امرأة يقابلها. ايه ده؟ طب هو عبثي. ايه ده؟ هو عبثي، بس مش على حساب مسؤولية ل تجاه جوزته لزوجته وأولاده وحياته. يعني هد. لا 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 نضال، هنا هختلف معاك. لا انا بقول لك هم بيعملوا، انا ما بعملش حاجه والله العظيم. لا واعملي، بس انا عاوزه اقول ما دام ما بتضريش حد. لا شوفي الحريه كمان مش انك تضري حد. لا الحريه مسؤوله. انا عارفه، انا عشان ابني ما اتجوزتش تاني على الاطلاق. ما رفضت اطلاقا. ولا حد هتتجوزي تاني رابع؟ والله يتوقف. أنا الحياة مفتوحة. أنا شوفي يعني بقول أنت الوقوع في الحب دي عملية في أغلب الأحوال لا إرادية، يعني نحن نقع في الحب. ستقعين؟ نحن نقع، ربما أحب الله وأنا مت. لا عارفة، أنا قلبي شباب أولا. شوفي أنا لا أعترف بالشيخوخة يا حبيبتي، وكلك شباب. أنا لا أعترف، أنا مش بجامل. اسم الله عليك. لا بس نقول بلبنان اسم الله. أقول لك حاجة على الشيخوخة. ما هي الشيخوخة؟ أنا لا أعترف بي. هي شيخوخة العقل
وشيخوخة القلب. الحب يعني الواحد بيحب الإنسان بصرف النظر عن الجنس. الجنس ده آخر حاجة الواحد بيفكر فيها، آخر حاجة. مع إنك حضرتك اللي بتقولي الحب لا يقوم إلا على ثلاث ثلاث محاور زي الهرم. أيوة. التجاذب الروحي أولاً. شوفي أنا أرياك إزاي. التجاذب الفكري. أيوة. والتجاذب الجسدي. الجسدي. تماماً. أنا قاعدة أمامك بجسمي وعقلي وروحي، أنا لا أفصل بين الجسد والعقل والروح. الإبداع، عارفة الإبداع هو إيه؟ التحام. نعم. الجسم بالعقل بالروح. بس أنا بقول إيه؟ أصل إحنا بنتصور إن الجنس ده مهم جداً وأهم شيء للأسف عشان تابوه. عشان تابوه. آخر سؤال دكتور نوال السعدي وحضرتك تطالبي بشكل غير مباشر بعلمانة الدولة، ده حلمنا بلبنان العلمانية. أحنا... العلمانية علمانة الدولة. يعني فصل الدين عن الدولة زي ما قال أنطون السعدي. أول من طرحها أعتقد يعني حسب ما أنا عارفة أنطون السعدي. ده شهيد كبير في لبنان. هو اللي أسس الحزب السوري القومي الاجتماعي واللي طالب بفصل الدين عن الدولة. حضرتك من خلال مشروع يعني تتقدمي به بتطالبي بشكل غير مباشر بعلمانة الدولة. بتطالبي طبعا طلب جريء. لا بس مختلف. لا أنا يعني أنا بقول الدين حالة خاصة، كل واحد حر أن يختار دينه ويمارسه في بيته. طبعا. يعني لي كده ده السؤال الأخير. يعني لما بص كده بسرعة لما بص بسرعة لهذا التمثال في نصف دقيقة أقول في نوع من الاستسلام لقوة كبيرة جدا فوق ظهره، قوة القدر، وفي رغبة في الطيران والتحليق وتحدي هذه القوة. أنا بشكرك أوي. أنت سيدة عظيمة. أنت مش عاوزة شهادات مني لكن أنا مواطنة وحبيت أعبر لك عن حبي وحب الشعوب. أنا يعني وليك فضل كبير علي وعلى عدد كبير من الأصدقاء والزملاء الستات ورجالة لأنك علمتينا يا دكتورة نوال. شكرا. أنت عارفة دي المكافأة اللي أنا باخدها يا حبيبتي. والله دي المكافأة الوحيدة. بلبنان بنقول تقبريني. 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 مشاهدينا الكرام نعود ونلتقي.